ثبت يقينا أن هناك مؤامرة، وقد ثبت يقينا أن هناك سيناريو لإجهاض الثورة، وأن هذا السيناريو تقف وراءه الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها لو نجحت الثورة المصرية فستنجح كل الثورات العربية، وعندها ستضطر الولايات المتحدة الأمريكية للتعامل مع الشعوب، وهو ما لا تريده، إنها تريد أن تتعامل مع حكومات استبدادية يمررون مصالحها ويهدرون مصالح شعوبها. هذا أمر محض افتراء، فالجماعة الإسلامية قررت أن تخوض الحياة السياسية وأن تشكل حزب سياسي وأن تقف مع الشعب المصري بثورته السلمية التي سنحافظ على سلميتها ما حيينا. ستكون معركة ناجحة بإذن الله تعالى، لأن الوقوف أمام الذين أفسدوا الحياة السياسية أمر يسير، ويكفي أن نذكر الشعب أن هؤلاء هم الذين قاموا بالتعذيب، هؤلاء هم الذين قاموا بالاعتقال المفتوح، هؤلاء هم الذين مددوا الطوارئ، هؤلاء هم الذين مددوا لمبارك، هؤلاء الذين كانوا يريدون أن يورثوا البلاد لجمال مبارك. نعم، لم يقل أحد الانتخابات حرام، كنا وكان بعض معترض على نزول الانتخابات في عصر مبارك حتى لا يطفي شرعية على نظام مستبد غاشم ظالم يستفيد بها في مواجهة العالم، ليقول أن عندي تعددية. التنسيق مفتوح مع كل الأحزاب ومع كل القوى السياسية في سبيل انتخابات نزيهة تفرز برلمانا قويا يمثل الثورة، يكون إلى جوار ميدان التحرير منبرا يدافع عن الثورة ويستكمل أهدافها، ويسعى لتقويض كل منابر الاستبداد وكل رموز الفساد. يعني إذا وافق فبها ونعمت، وإن لم يوافق فالميدان موجود لاستكمال كل أهداف الثورة، ولم يعد مطلب إلغاء وثيقة السلمي سوى مطلب متأخر من مطالب الثورة، لقد تقدم عليه المطلب الأهم وهو جدول زمني لتسليم السلطة حتى لا نرى المؤامرات مرة أخرى ولا نرى مثل هذه الوثائق مرة أخرى. الحزب يدعم من للترشح للعلى الثورة؟ سندعم من يلبي مطالب الشعب المصري في المرحلة القادمة، ومن يستطيع أن يقيم الدولة التي تؤسس للقانون وللحريات وللعدالة للجميع حتى لو كان غير إسلامي. ليس هناك أي تسمية الآن، لأن المجال لا زال مفتوحا ولم تكتمل المشهد بعد، وربما هناك من المرشحين الذين لم يفصحوا عن أنفسهم حتى الآن. هذا اتهام باطل، وأبرز ما فيه أننا أكدنا أن ملاحظاتنا في كل الأيام الماضية على المجلس العسكري كانت أكثر من ملاحظات وتحفظات أي أحد آخر، وأننا قد عدنا اليوم إلى الميدان بشكل مفتوح ندعو إلى استكمال الثورة وندعو إلى الاستشهاد في سبيل استكمالها. إذا لم يستجيب المجلس العسكري للطلبات التي المليونيات والثورة السلمية مستمرة، وميدان التحرير أصبح والذي يفرض شروطه ولن يقبل الشروط من خارج الميدان. اعتصام النهاردة؟ ندعو اليوم إلى مليونيات مفتوحة، ربما غير هذا الاعتصام، ندعو لمليونيات مفتوحة، وتظل هذه المليونيات مشروعة في كل المطالب وفي وجه كل المؤامرات التي تريد العودة بنا إلى الوراء. هل يوجد تنسيق بين حركة الإخوان المسلمين وحركة الجهاد الإسلامي؟ التنسيق قائم الآن بين كل الحركات الإسلامية والسياسية في سبيل استكمال الثورة بشكل سلمي، السلمية التي أبهرت العالم وفجرت الثورات في مناطق عربية كثيرة. المنصات الإسلامية في الميدان، كنا نريد أن تتسع دائرة التعبير اليوم، وإن كنا في الأيام القادمة سنسعى لتوحيدها تحت مطلب واحد ربما يكون هو المطلب الوحيد بتسليم السلطة في يوم محدود.